مساء الخير مرة ثانية. راح أعمل ترافل شوكولاتة للكيتو دايت. هحتاج شوكولاتة ألواح الأفضل من 85% نسبة الكاكاو إلى 90. ولدي ما لقي جاب لي 99. هنا عندي زبدة، كريمة خفق، شوكولاتة باودر، وعندي هنا سكر ستيفيا. هذا الأصلي طلبته من آي هيرب، زيرو كالوري، زيرو كاربز، نان جلايسيميك، ممتاز للكيتو ولغير الكيتو لمتبعين الحمية، بس إنه هذا هو الأصلي ينطلب من آي هيرب. العلبة فيها 70 حبة تقريبا ب19 أو 20 ريال. هستخدم في البداية لوحين، هذا الأول وهذا الثاني. هقطع هذه الأداة هقطعها زي كده صغار عشان الصوت لا يزعجكم. هقطعها وارجع لكم. دحين هنا عندي تقريبا لوحين من هذا الشوكولاتة، يعني 100 جرام، وعندي هنا شوية زبدة تقريبا 50 جرام زبدة. هدوبهم في حمام مائي على النار. وهنا عندي الكريمة، هذه كريمة الخفق برضو هسخنها على النار بس بعد ما أذوب الشوكولاتة. خلاص ساحت، دحين بسخن الكريمة. خلاص يا حنان حنان، دحين حضيف السكر. ثلاثة أظرف أضفت. هذه دحين الكريمة أضفت 3 كوب. حقلب وأشوف لو أحتاج زيادة حضيف. أضفت بالضبط تقريبا 1/2 كوب كريمة. دحين حخليها ترتاح تبرد في الثلاجة، وبعدين أشكلها وأقلبها في الشوكولاتة البودر هذه. دوبي دقت منها شوية، حسيتها لسه مرة. قلت لكم هو يبالها 85% نسبة الكاكاو، بس عشان ما لقينا جبنة 99، فدحين كمان أضفت 3 أظرف من السكر، يعني دحين حطيت 6 أظرف كده. أتوقع خلاص الطعم كويس. أبغى أنبهكم على حاجة، أنا حطيت صح 6 أظرف من دي، بس ترى هذا سكر وقليل، يعني ما هو حالي مرة، عكس هذا اللي يتباع في السوبر ماركتات. فأنتي ضيفي السكر ودوقي اللي أنتي حسي إنه تمام، فانتبهوا مو تضيفوا من هذا 6، يروح يطلع مرة حالي. واستخدم الشوكولاتة اللي مكتوب عليها 85 أفضل من 99، بس عشان أنا ما لقيت. شوفوا خلاص هنا زي كده صار شكلها، كورتها. هاخد بعد ما دخلتها الثلاجة صارت تتشكل. كورتها وشايف جوز الهند وشايف الشوكولاتة. هكمل كل الكمية وأوريكم الشكل النهائي. كذا طبقنا صار جاهز، ترافل شوكولات للكيتو دايت.